قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. فيلمنا النهارده بيتكلم عن 9 اشخاص واللي يعتبروا من افضل المترجمين في العالم واللي بيشتغلوا في المؤتمرات واللقاءات الرئاسيه، وده اللي بيخليهم يحصلوا على مميزات عاليه جدا. لكن في يوم من الايام بيتواصل معاهم شخص غامض وقال لهم ان هو عايزهم في مهمه، ولما راحوا للمكان اللي قال لهم عليه كانوا قلقانين جدا لان العميل اللي اتصل بيهم كان بيتعامل معاهم بطريقه غريبه وبعت ناس تستقبلهم، ولما اتجمعوا اخذ منهم الموبايلات وكل حاجه معاهم وبعدها اخذوهم لمكان تحت الارض وده اللي هيشتغلوا فيه. وفي طريقهم بيعدوا على اجهزه حماية وتفتيش لحد ما وصلوا لقبو سري ومنه للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وهناك قابلوا واحد وقال لهم ان هو صاحب دار النشر واسمه إريك، وبيقول لهم ان هو عينهم لمدة شهرين عشان يترجموا فيها رواية مشهورة جدا لأشهر لغات العالم، وهيفضلوا للمكان السري ده طول الشهرين، وبيقول لهم ان هو هيوفر لهم الأكل والشرب وكل حاجة هيحتاجوها، ومش هياخدوا اجازة ويخرجوا من المكان الا يوم واحد بس في الاسبوع، وبيعرفهم ان اللي كل المطلوب منهم انهم يسلموه 20 صفحة من الرواية كل يوم، وانه هيستلم منهم الورق اخر كل يوم بالليل. وقبل ما يمشي إريك بيقول لهم ان اهم حاجة يحافظوا على السرية التامة للرواية اللي هيترجموها، ولازم مفيش ولا كلمة تطلع بره المكان. وبعد شهرين بنشوف إريك وهو في السجن وبيتكلم مع واحد ما نعرفوش، والمفروض ان هو الحرامي اللي سرق الرواية، وبيبقى إريك مستغرب جدا ازاي قدر يسرقها رغم انه عمل كل حاجة عشان مفيش ولا كلمة تطلع من المكان. وعشان نفهم ايه اللي حصل بنرجع لأول يوم للمترجمين لما بدأوا فيه الشغل وبيكونوا تحت المراقبة في المقر السري، ولأنهم كانوا مترجمين محترفين كانوا بيترجموا العشرين ورقة المطلوبة منهم بسرعة وبعدها يعملوا اللي هم عايزينه، اللي عايز ينام ينام واللي عايز يسهر يعمل اللي هو عايزه. وبنعرف ان الرواية اللي بيترجموها عبارة عن رواية مشهورة جدا وكانت الجزء الثالث من سلسلة مشهورة جدا، وبنعرف ان الجزئين اللي فاتوا عملوا مبيعات ضخمة جدا حققت أرباح مذهلة، وبيبقوا متحمسين جدا لأنهم هيقدروا يقروا قصة الرواية الجديدة قبل أي حد، وهيكون عندهم فرصة إنهم يقابلوا كاتب الرواية شخصيا. لكن إريك بيبقى صارم جدا معاهم وبيضايقهم، وبنعرف إن إريك معجب بواحدة من المترجمين اسمها كاترينا، وبيقرر إن هو يعزمها في مكتبه، ولما بتروح له المكتب مش بتلاقيه، ولما بتدخل بتلاقي شنطة مقفولة برقم سري، وقبل ما يوصل إريك بتقدر كاترينا إنها تفتح الشنطة وبتلاقي فيها ورق الرواية الأصلية وهي مش مصدقة عينيها، لكن ساعتها بيدخل إريك عليها وبتقدر بسرعة إنها تقفل الشنطة قبل ما يشوفها، وبتيجي عليهم ليلة رأس السنة وهم في الشغل وبيحتفلوا سوا، وساعتها إريك بيجيله رسالة بتعمل له صدمة لأن كان مكتوب فيها إن أول 10 أوراق من الرواية تم تسريبها ونشرها على النت، وبيقول له صاحب الرسالة إن باقي الرواية هيتنشر لو ما دفعلوش 5 مليون دولار. فبيتعصب إريك جدا وبيشك في كل المترجمين اللي شغالين على الرواية، وبيخلي كل الأمن اللي في المكان يفتش كل الغرف بتاعتهم، وساعتها بيلاقوا رواية مكتوبة بخط الإيد في أوضة مترجمة من الفريق اسمها هيلين، فبيعتقدوا إنها الرواية الأصلية. لكن أول ما إريك يقرأ الرواية بيعرف إنها مش الرواية بتاعته، وإن الرواية دي المترجمة كانت بتحاول تكتبها أثناء فترات الراحة وهي في المقر السري عشان تضيع وقت. لكن إريك بيتضايق منها جدا وبيقولها إن ترجمة الرواية بتاعته أهم حاجة ولازم ما تضيعش وقت في الكلام الفارغ ده، وبيرمي الرواية بتاعتها في النار عشان يولع فيها. وبعدها كل المترجمين بيتجمعوا عشان يتكلموا عن اللي حصل، وبيقولوا إن مستحيل أي حد فيهم يقدر يسرب ورق من الرواية لأنهم بيعدوا على أجهزة تفتيش كتير ومحدش فيهم معاه موبايل ولا أي حاجة عشان يتواصل بيها مع أي حد بره المكان، إلا لو حد فيهم قدر يهرب موبايل معاه، وساعتها كلهم بيشكوا في بعض وبيشكوا في واحد فيهم دراعه كان مكسور ومجبسه وبيشكوا إن هو ممكن يكون مخبي الموبايل فيه، فبيقرروا يهجموا عليه عشان يكسروا الجبس ويتأكدوا، لكنهم مش بيلاقوا حاجة. وبعدها واحد منهم اسمه أليكس بيسيبهم وبيدخل أوضته، فبتروح كاترينا وراه وبتقول له إنها فتشت في متعلقاته وعرفت إن هو كذب عليهم في كل حاجة كان بيقولها عن نفسه، وساعتها أليكس بيضطر إن هو يقول لها على كل حاجة، وبيقول لها إن هو من حوالي 3 شهور كان مسجون لأنه ترجم الأجزاء اللي فاتت من الرواية بدون أخذ الإذن من إريك، لكن إريك أعجب بطريقته في الترجمة وقرر إن هو يعينه في فريق الترجمة ويطلعه من السجن، لكن بشرط واحد، وبيطلب منه إنه يتنبأ ببداية الجزء الثالث من الرواية اللي لسه ما اتكتبتش من وحي خياله عشان يتأكد من مهارته، وبيقدر أليكس فعلا إنه يثبت مهارته في الكتابة لإريك، عشان كده خرجه من السجن وعينه في الفريق، وبيقول أليكس لكاترينا إن هو قدر يكتب بداية الجزء الثالث من الرواية لأن الكاتب الأصلي كان بيكتب نفس الجملة الأولانية في بداية كل فصل من الرواية. وتاني يوم بيرجع إريك للمترجمين عشان يكمل معاهم التحقيق، وهو متوقع إن المجرم هيبعت له رسالة تانية لأنه لسه ما حولوش الفلوس على أمل إنه يعرف مين اللي بيسرب الورق،
وبيقرر إيريك إنه يفتشهم كويس وبيقلعهم كلهم الهدوء قدامه عشان يفتشهم واحد واحد بنفسه. لكن ساعتها بيجيله رسالة تانية من المجرم وبيعرف إن في أوراق تانية من الرواية هتتنشر بكرة لو محولش الفلوس، وبيقوله إن المبلغ بقى 20 مليون دولار. وإيريك بيبقى لسه شاكك فيهم وبيقرر إنه يكمل فيهم تعذيب وبيمنع عنهم الأكل والشرب وكمان بيفصل عنهم الكهرباء، وبيقعدوا مع بعض وهم خايفين جدا. ولما كاترينا بتقرأ الجزء الأول من الرواية بتعرف إن أليكس كان بيكذب عليها لما قالها إن الكاتب كان بيستخدم نفس الجملة في كل فصل، وبتعرف إن وراه سر كبير. وبنرجع للوقت الحالي لما كان إيريك بيتكلم على الحرامي اللي سرق الرواية وبيسأله إزاي قدر يسرقها، والمفاجأة إن الحرامي ده بيطلع هو أليكس. وبنكتشف إن إيريك هو اللي مسجون وإن هو اللي لبس التهمة، وبنعرف إن أليكس هو اللي كان مخطط لكل حاجة من البداية، وإن الرواية ما اتسرقتش من المقر السري ولا حاجة. وبيقوله ان هو كان مراقبه وكان عارف كل تحركاته، وبيبقى عارف ان هو كل يوم بيركب المترو في نفس الوقت وبيقعد في نفس المكان تقريبا، وبينزل من المترو بعد حوالي 20 دقيقة. وفي يوم اول ما إيريك ركب المترو أليكس قرر ان هو يبدل الشنطة اللي فيها الرواية من وراه وحط مكانها شنطة زيها بالظبط، ونزل بعدها في اقرب محطة واداها لزمايله عشان يصوروا الرواية كلها. وبيطلع ان المترجمين كلهم مشتركين في المؤامرة، وده بعد ما أليكس قدر يقنعهم بسرقة الرواية وقال لهم ان هم هيكسبوا فلوس كتير اكتر من شغلهم في الترجمة واللي كانت فلوسه قليلة جدا، وقال لهم ان هم اولى من دار النشر اللي بيكسب ملايين من الرواية وهم بياخدوا في الاخر ملاليم. وبنعرف انهم بعد ما صوروا الرواية كلها كان لازم طبعا يرجعوا الشنطة اللي فيها الرواية الاصلية قبل ما العشرين دقيقة تخلص وإيريك ينزل من المترو. وبسبب الاستعجال بتاعهم القلم بتاع إيريك اللي كان في الشنطة وقع، ولما حاول زميلهم يلحقهم وقع على الارض عشان كده دراعه اتكسر. وبعدها أليكس بيلحق يدخل المترو وبمساعدة زميلته هيلين قدر ان هو يرجع الشنطة الاصلية مكانها. وبعدها احتفلوا بالخطة اللي نجحت وانهم قدروا يسرقوا الرواية. وبعدها بمدة إيريك عينهم عشان يترجموا الرواية اللي هي كانت معاهم اساسا من البداية، وكل اللي كانوا بيعملوه بعدها كانوا مخططين ليه من البداية، وفضلوا ماشيين على الخطة لحد ما إيريك فصل عليهم الكهرباء. وبنرجع تاني لما كانوا قاعدين حوالين الشمع وبنشوف واحد منهم اسمه داريو ماشي في الضلمة وماسك معاه شمعة وسكينة في ايده، لكن فجأة بيصرخ بأعلى صوت وبيشوف زميلته هيلين وهي مشنوقه وميته، وكلهم بيقولوا لإيريك ان هو السبب في كل ده بسبب المعامله السيئه بتاعته والضغط اللي هو حطه عليهم. لكن إيريك مش بيهتم بكلامهم وبيقرر ان هو يكمل معاهم بنفس الاسلوب بتاعه، خاصه بعد ما جات له رساله تانية وبيطلب منه الحرامي 80 مليون دولار. فبيغضب إيريك جدا وبيمسك المسدس من الحارس وبيقول لهم ان هو هيقتلهم كلهم لو اللي سرق الروايه ما اعترفش. وبيتضايق أليكس جدا وبيقول له انه مفيش حد فيهم معاه موبايل وان مستحيل اي حد فيهم يبعت الرسائل اللي بتجيله، فبيتعصب عليه إيريك وبيضربه بقوة وبيهدد زمايله بالسلاح. فبيقول واحد منهم جملة بالأسباني واللي كان إيريك مش فاهمها، وساعتها بتجيلهم فكرة ان هما ممكن يتواصلوا مع بعض باللغات اللي هما يعرفوها عشان إيريك ما يفهمش حاجة. وإيريك بيبقى مرتبك ومش فاهم بيقولوا ايه ولا بيخططوا لإيه، لحد ما بيخططوا ان واحد منهم يهجم على إيريك والباقي يهجم على الحراس وبيحطوا خطة، وبيقرروا ان هما يبدأوا الهجوم بعد ما يعدوا لحد 3 باللغة الصينية لان إيريك اكيد مش هيفهمها. لكن حظهم السيء ان إيريك بيطلع بيفكر بالصيني وبيقتل كاترينا بالسلاح، وساعتها أليكس بيعترف ان هو اللي سرق الرواية وبيطلب منه يتصل بالاسعاف عشان ينقذ كاترينا، وبيقوله ان هو هيقوله على مكان الكمبيوتر بتاعه واللي بينشر الرواية بشكل تلقائي كل مدة معينة لحد ما الفلوس تدفع. فبيوافق إيريك على كده وبيخلي المساعدة بتاعته تروح وتدمر الكمبيوتر بتاع أليكس، لكنها بترفض تعمل كده. فبيضطر إيريك ان هو يدفع الفلوس لحساب أليكس عشان يوقف نشر الرواية، وبيفتكر ساعتها ان خلاص الموضوع انتهى. لكن المفاجأة ان بتجيله رسالة تانية وبيعرف ان الرواية كلها اتنشرت على النت، فبيحس إيريك بالغضب وبيضرب النار على أليكس وكان عايز يخلص عليهم كلهم، لكن الحراس بيقدروا يمنعوه. وأليكس بيبقى حظه كويس لأن الكتاب اللي كان في جيبه نقزه من الموت، وكاترينا كمان مش بتموت. وبنرجع للوقت الحالي لما كان إيريك مع أليكس في السجن وبيسأله إزاي عارف بداية الجزء الثالث من الرواية اللي تنبأ بيها قبل ما يسرق الرواية أساسا، وبنعرف إن الشرطة سمع المحادثة اللي بتحصل بينهم. فبيقرب أليكس من إيريك وبيحط إيده على الميكروفون وبيقول له إن هو عارف بداية الجزء الثالث لأن هو كاتب بالرواية الحقيقي. وبنعرف ان لما كان أليكس صغير كانت هوايته قراية الكتب في مكتبة راجل كبير وكان بيحبه جدا ومعجب بيه، وفي يوم أليكس سرق رواية عشان ياخدها معاه البيت
لكن صاحب المكتبة شافه وقال له ان هو هيديله رواية وهتبقى ملكه لو عرف يقول له مين القاتل الحقيقي في الرواية. وفعلا بيقدر أليكس يعرف القاتل الحقيقي وبيقول له ان كل الشخصيات اللي فيه مذنبين، ومن ساعتها بقى هما الاتنين اصدقاء وخلى أليكس يشتغل معاه. ولما أليكس كبر بدأ يكتب رواية خاصة بيه، ولما بيقراها صاحب المكتبة بيبقى مذهول وبتعجبه جدا وبيقول له ان هو لازم ينشرها، لكن أليكس بيبقى مش مهتم بنشرها لانه مش بيحب الشهرة. لكن صاحب المكتبة بيقدر ان هو يقنعه بنشرها وبيقترح عليه ان هو يكتب اسمه على الرواية بدل أليكس، وفعلا أليكس بيوافق. ولما بيعرف ان صاحب المكتبة بعت الرواية لدار النشر بتاعت إريك، أليكس اعترض على كده لانهم كانوا بيعاملوا المترجمين بطريقة سيئة جدا وكانوا بيضغطوا عليهم وبيدوا لهم فلوس قليلة جدا. عشان كده قرر ان هو ينتقم من إريك ويجيب حق كل المترجمين منه، وإريك بيبقى مصدوم من كل اللي بيسمعه وبيقول له أليكس على القصة من البداية وانه ما سرقش الرواية من المترو زي ما قال له، وبيقول له ان هو عمل كل الحوار ده عشان المترجمين يصدقوه وما يعرفوش ان هو الكاتب الحقيقي، وبيقول له ان هو ما كانش محتاج يسرق الرواية لان هو الكاتب الحقيقي. وبنعرف ان الفلوس اللي حولها إريك اتحولت على حساب باسم إريك نفسه، يعني تهمة السرقة لابساه هو، واي حاجة هيقولها للشرطة مش هيصدقوها. وأليكس بعدها بيشيل ايده من على الميكروفون وإريك بيبقى هيموت من الحسرة، لدرجة ان هو بينسى ان الشرطة بتسمعه وبيقول له انه مش هيقدر يثبت ان هو الكاتب بتاع الرواية لانه قتل الكاتب الحقيقي اللي هو صاحب المكتبة بايده. وساعتها الشرطة بتسمع اعترافه وبتعرف ان هو القاتل. وبنعرف ان عشان أليكس كان متضايق من طريقة معاملة إريك والشركة بتاعته مع المترجمين، طلب من صاحب المكتبة ان هو ما ينشرش الجزء الثالث من الرواية مع شركة إريك. ولما إريك عرف ان صاحب المكتبة هيفسخ العقد معاه اتضايق منه جدا لانه كده هيخسر فلوس كتير، وقرر ان هو يقتل صاحب المكتبة بايده وبعدها ولع في المكتبة عشان تبان كأنها حادثة طبيعية. وبينجح أليكس ان هو ينتقم منه وخلاه كمان يعترف بالجريمة بتاعته، فبيتضايق إريك من أليكس جدا وكان عايز يخنقه، لكن الشرطة بتقدر تلحقه من ايده بسرعة. وبعدها بيخرج أليكس من السجن زي الشعرة من العجينة بعد ما انتقم لصديقه صاحب المكتبة. بس كده، وده كان فيلمنا النهاردة. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.